أسرع وأسهل طريقة تصغر فيها بطنك شغلتين، الشغلة الأولى تقليل الكربوهيدرات تدريجيا، والشغلة الثانية حذف السكر تماما. هذه الشغلتين سهلة وما يحتاج لها دايت، ولا يحتاج لها علم في التغذية، ولا يحتاج لها التزام صعب، بسيطة جدا. الكربوهيدرات عندك مصادرها معروفة: الرز، المكرونة، البطاطا، الشوفان، حبوب الإفطار إلى آخره. تقللها تدريجيا، ما أقول لك اقطعها، ما قلنا نقطعها، تقللها تدريجيا. يعني أنت تأكل مثلا في الوجبة الرز، مثلا تأكل مثلا 12 ملعقة، خلها 9 ملاعق مبدئيا بالوجبة الواحدة. أقصد تأكل مكرونة مثلا كوبين، أخلها كوب. تأكل بطاطا بحجم قبضتي يد أو 150 جرام أو 200 جرام، خلها 100 جرام أو بحجم قبضة يد واحدة. تقللها تدريجيا، هذه أول شغلة. وتراجع طبعا كل أسبوع نتائجك. أنا أرجع وأقول دائما متابعة النتائج هي الأساس. تراقب وزنك خلال الأسبوع، إذا قاعد ينزل وزنك ومحيط البطن عندك تقيسه بالمتر، تأخذ شريط متر وتقيسه أسبوعيا. إذا هذول الاثنين قاعدين ينزلون، أو ممكن يثبت وزنك بس ينزل بطنك، إذا نزل بطنك ثبت، لا تغير ولا شيء، لا تروح تنزل كارب أكثر تقول والله أنا مستعجل أبي نتائج أسرع، لا 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 تسوي كذا. طيب شيكت بعد أسبوع يا حمد، لا الوزن نزل ولا محيط البطن نزل، وش تسوي؟ تقلل الكارب أكثر، لا تقطعه، قللوه أكثر. بس يعني احذف من الوجبات الكربوهيدرات، احذف كمية بسيطة وجرب الأسبوع الجاي، راح ينزل محيط بطنك 100%. الشغلة الثانية زي ما قلت لك هي قطع السكر تماما، وهنا أقصد أهم شيء المشروبات عالية بالسكر، خاصة العصيرات حتى لو كانت طبيعية.